أكمل، لأنه بحث العلم تقريبا 3-4 صفحات. سيد العلامة يشير إلى 11 قول في المسألة، وهو لعله أعقد مسألة فلسفية في معارف التوحيد. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه من خلال مسألة العلم يميز الأعلم والعالم من الحكماء. يعني إذا يريد أن يرى بأنه هذا أعلم أدق أكثر تحقيقا أو لا، يراه في مسألة العلم ماذا قال. هذه من قبيل أنه في باب، تذكرون في باب الصلاة، إذا يريدون يعرفون أفقهية أو اجتهاد شخص يمتحنوه في قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد لعله من أعقد المسائل في كتاب الصلاة. فلهذا في النجف كان متعارف هذا، بأنه الشخص اللي يدعي الاجتهاد يقولوا له بأنه هاي المكتبة فقهية أمامك، ادخل في هذه المكتبة، ما تخرج منها اكتب لنا بحث في رسالة في قاعدة لا تعاد، هاي أمامك الكتب الفقهية. فمن خلال قاعدة لا تعاد كانوا يشخصوا أنه مجتهد أو غير مجتهد، لأنه إذا استطاع أن يكون محققا في قاعدة لا تعاد هذا معناه في المسائل اللي أقل منها شنو. أيضا في الأصول كان يمتحنوا في تنبيهات الاشتغال، يعني عندما يتعرضون لمسألة العلم الإجمالي تعلمون بأنه علم الإجمالي بها تنبيهات متعددة، هاي التنبيهات تسمى تنبيهات وفروع العلم الإجمالي. فلهذا تجد أن المحققين عموما يكتبون رسالة في فروع العلم الإجمالي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده رسالة في فروع العلم الإجمالي وفي العلم الإجمالي، كاتبها لعله في السنين ما دون 20. هذه الرسالة مكتوبة في ذاك العمر، هذه الرسالة في العلم الإجمالي، ما أذكر اسمها بالضبط، لعله أدق ما كتب إلى الآن في العلم الإجمالي. بلي آية الفقه أحسن، أي بلي. هذه رسالة صغيرة جدا السيد كاتبها ما دون 20، أنا شخصا سألت منه قال ما دون 20، مكتوبة في تعطيلها ما كتبتها، ولعله إلى الآن أدق ما كتب في فروع العلم الإجمالي وفي مسألة تنبيهات العلم الإجمالي. مسألة العلم أيضا كذلك، أن الله سبحانه وتعالى عالم أو ليس بعالم أيضا كذلك. فلهذا صدر متأله رحمة الله تعالى عليه في الأسفار، الجزء السادس من الأسفار، يبدأ ببحث هذه المسألة في الموقف الثالث من صفحة 149 إلى صفحة 306، يعني 157 صفحة في علم الحق سبحانه وتعالى. هذا اللي الآن تجدوه هنا في 3 صفحات، هي مجموعة صفحتين 3-4 صفحات، هذه 4 صفحات أو أكثر في العناية والقضاء والقدر، هذا اللي مرتبطة بالعلم، تقريبا مجموعة 8 صفحات تقريبا، مجمل ملخص ما ورد في 150 صفحة من الأسفار.